مساء الخير يا دكتور، نحب نتعرف بحضرتك. انا اسمي دكتوره الهام اسلام، استاذ متفرغ دلوقتي بطب عين شمس، وكنت رئيس وحده الغدد الصماء في طب عين شمس. اهلا دكتور، تشرفنا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبتي. كنا حابين يا دكتور نعرف من حضرتك الفرق بين السكر في النوع الاول والنوع الثاني. هو السكر الحقيقه هو احنا بنقول النوع الاول اللي هو بيعتمد على الانسولين، والنوع الثاني اللي هو ممكن ناخد فيه استعمال الاقراص. ولو انه طبيا احنا بنقول للناس هياخد انسولين او هياخد حقن يعني بالعلاج، او انه هياخد اقراص، ولكن هو فيهم اربع انواع مش نوعين يعني. تمام. علميا، لكن احنا خلينا نتكلم بالعامه كده. هوت النوع الاولاني ده عباره عن مناعة قليلة، استعداد خلوي جيني وفيروسي، عامل التهاب في البنكرياس، وبالتالي نتج عنه خلل في الخلايا وموت في الخلايا بتاعت البنكرياس. وبالتالي احنا الانسولين لازم ان هو ده يكون العلاج الاول. وده بالنسبة وبيجي للأطفال الصغيرين، وممكن يجي الكبار في بعض الحالات. تمام. الالتهاب في البنكرياس. النوع الثاني اللي هو احنا بنقول ممكن ده نتيجة إصابة الخلايا البنكرياسية بضعف أو خلل نتيجة تكون الدهون، أو إن في بعض عوامل خارجية ضعفت في افراز خلايا افراز الانسولين من خلايا من البنكرياس. ده منتشر عندنا في مصر ومصحوب بسمنه بزياده في الوزن. الفتره الاخيره زادت جدا النوع الثاني من السكر نتيجه نقدر نقول في عامل وراثي، انه احنا عائلات ما بنتزاوج من بعض، نسبه السكر في العائله دي زي نسبه السكر في العائله دي، ينتج عنه حد عنده استعداد للسكر اعلى. احنا عندنا عادات غذائيه وحشه، ومن ضمنها ان احنا بناكل في الخارج كتير، بطلنا نطبخ في البيوت. الاولاد بيحبوا ياكلوا بامفريت وياكلوا بطاطس محمره، ياكلوا عيش فينو، ياكلوا الحاجات اللي غير صحيه. كمان البيبسي والحلويات زايده جدا، كانه يعني الاحتفالات كلها لازم ناكل حلويات. فعلا فهدف. فاحنا دي ارتبطت بعاداتنا، ودي عادات سيئه، فكانت النتيجه ان نسبه السمنه زادت في الاولاد الصغيرين. عايزين نقول ان في علاقه ما بين الكبد الدهني والسمنه والسكر. احنا ساعات نقول لا ده ده فلان ده سمين بس الكبد بتاعه دهني، معلش ده دهني، ولكن احنا اثبتنا انه لا، وده اتقالت في المحاضره الاولانيه في المؤتمر النهارده، وكان برزنتيشن كويس من دكتور هشام الجيار. يعني بسط لنا العلاقه ما بين الكبد الدهون اللي في الكبد وعلاقتها بافراز الانسولين، وازاي بيعمل النوع الثاني من السكر، وازاي احنا زياده الوزن هنا مهمه جدا في الرعايه عشان نمنع مرض السكر، وانه هل ان احنا لما نخس مرض السكر وان النوع الثاني ده يخف؟ يخف، ممكن ان هو يتراجع ويخف. كمان احنا ما نهملش في نقول معلش الكبد بتاعي ده دهني، احنا ما ده حاجة بسيطة. لا، الكبد الدهني من ضمن الحاجات اللي لها درجات وليها بتأثر على خطورة، ليها خطورة ليها خطورتها، والنهاية بتاعتها ممكن انها تنتهي بتليف. ولكن احنا بنتكلم في المؤتمر هنا عن علاقة الكبد الدهني بمرض السكر من النوع التاني. فنمرة واحد، احنا ما نهملش من الاول ان انا عندي كبد دهني وزيادة في الوزن، لا ده حاجة بسيطة. عشان كده احنا بنقول لازم نسأل نفسنا، انا عندي في العيلة في سكر، يبقى لازم من الاول اولادي ما يتخنوش، خلي بالي من العادات الغذائية للاطفال. الام الحامل كمان لازم خلي بالي من انه السكر بتاعها هيبقى منتظم في اثناء الحمل.
تولد لي تجيب اطفال بيبقوا غير صحيحين وانه عندهم استعداد للنوع التاني من السكر. خلينا نقول نبقى الوزن بالنسبه للاطفال، الاكل بالنسبه للاطفال، ونيجي للفتره اللي هي فتره البلوغ، ودي منتشره جدا. هتلاقي بنات وصبيان في السن اللي هو البلوغ لحد من 14 ل 20 سنه نسبه زياده الوزن رهيبه. حلو. وملحوظه كمان، ملحوظه جدا. وبعدين نبص نلاقي سكر ساعات بيعلى ويوطى، يعني هم ما يعرفوش اهتمام، فدي علامه. صح. وبالتالي احنا بنقول على قد ما نقدر التحكم في الوزن في هذه الفتره مهمه جدا عشان نبعد شبح السكر. طبعا في بعض من الناس بيفلت منهم الوزن، ممكن بيكون في عامل وراثي، ان الزياده في الوزن بيبقى جزء وراثي برضو، فدول بيتعدوا خط معين في الوزن. وننصح في هذه الحاله لما يتخطوا حد معين، وده الطبيب اللي بيقوله، ممكن ان احنا نلجا لجراحه، بعضا من الجراحات تحد شويه في الوزن علشان نبعد شبح السكر عن الجيل بتاعنا ونعيش بصحه لفتره طويله، لان السكر ده مرض بيعيش معانا لحد الاخر. فعلا. ميرسي يا دكتور جدا، اخذنا من وقت حضرتك كتير واخذنا من معلومات حضرتك اكتر. شكرا.